تخيل مين اللي هيستلم؟ مين؟ زكريا زين العطار. هات رجاله جداد كده على كيفك وتروح على القصر عشان فرحك على بنتي عيش. الحكم على حسن لازم يكون قاسي. مش هحكم عليك بالموت، انا هحكم عليك بالرعب والخوف والغربة طول عمرك. انا حكمت على حسن بالطرد من الدار دي. يا عم سميح، حسن بريء. اللي صاحب الخاين يبقى خاين زيه، واللي يمشي وراه هنقفل الباب وراه، ودمه هيبقى حلال للي يشوفه منيكم. يا عم سميح خليك انت هنا يا امير، ما ينفعش نبقى احنا الاتنين بره. بلاش تعمل اللي هو عاوزه. جلال مقفلها سليم، ورق اللعب كله في ايده. وماله؟ ده هيبقى احلى لعب. انا شخصيا ما عنديش ورق اخسره، انما هو بقى على الاقل كل لف الدور هيخسر ورقه. يا سليم الموضوع ما فيهوش لفه تانيه، اللعبة خلصانة وبصبت خرسانة. حلوة يا رايب، حلوة. وانت بقى جاي تنصحني ولا اشتغلت في جمعية خيرية؟ لا يا سليم، انا شغلت عيني وشفت بيها اللي انت مش قادر تشوفه. وانت هنا ياسمين وفارس اتخطفوا، وخطيب ياسمين في المستشفى، وعيال طلعوا لنا بيقولوا ان احنا ولاد زين، وهاشم بيلعب لعبه كده مش عجباني. عرفت الدنيا مطربقه قد ايه، وهيضيقوها عليك كمان. بتالي بهوقت قوي يا سليم، لو انت بره ما كانش اي حاجه من ده حصلت. لازم تطلع يا سليم، مش عشان مصلحتك انت وبس، لا عشان المصلحة العامة والشغل العالي اللي جاي. الزيارة انتهت. يعني ايه؟ يعني ميعاد الزيارة خلص يا سليم. هنناقش الخطة امتى؟ خطة؟ يا ابني انت مش هتكبر على الكلام ده بقى ولا ايه؟ مفيش احسن من خطة اللي على بركة الله. الله الله على احساسك يا جو، على كلامك الجميل. تصدق عجبتني. ممكن بقى سيادتك تشرح لي ايه هي الخطه بالظبط؟ ما انت عارف المداهمه بشكل اساسي بتعتمد على المكان، مخارجه ومداخله زي ايه عمليه بنعملها. بس الفرق ان دول ولاد زين العطار، يعني مكافاه حلوه، ترقيه لذيذه كده. يا ابني بقى، يا ابني ارحمني بقى من الاحلام الدلتقه تحت رجليك دي، ارحمني بقى. احنا اهم حاجه نعمل شغلنا صح، نمسك الناس ديت، نمنع مثلا خسائر اقتصاديه ماديه اي حاجه بتحصل في البلد. ما انت عارف. الله عليك وعلى كلامك الكبير. عجبتك؟ طبعا. ربنا يخليك. المهم بس بعد الكلمتين الحلوين دول، بعد العمليه هتعزمني على سندوتشات كبده من عند الراجل الغريب اللي انت اكلتني من عنده ده؟ يا الانسان وطمعه. بكره ان شاء الله يا حبيبي هعزمك على اللي انت عايزه، على اجدع سندوتشات كبده وبقيه في البلد. بس الكلام ده بقى اذا اللي هو محسن ما اداناش جزاء على التاخير. قول امين. امين. يلا بينا. سليمان من اخر دفعه رجاله من اللي اتخرجوا عندنا من الدار، وراجل بصحيح هو اللي ماسك الشباب، وابوك الله يرحمه هو اللي مربيه على ايديه. نورت بيت ابوك زين. البيت منور باهله. العمليه دي مهمه وكبيره، يعني مفيش اي مجال للغلط. بعد استلام الشحنه احنا هنتقسم لخطين، خط على العربيات اللي عليه السلاح، دي هتطلع على المخزن، حربي هيبقى مستني هناك. الخط التاني ده في عربيات الطوب اللي هركبها انا وسليمان. لو اللي في دماغي صح يبقى العربيات اللي هتتسلم هي عربيات الطوب، هي اللي أنا فيها. عشان كده عربيات الطوب دي ما ينفعش يكون فيها أي سلاح غير سلاح شخصي ومرخص. هتخلي غزال ورجالته يأمنوا المخازن وياخد معاه شباب من بتوع الدار، باقي شباب الدار هيبقوا معايا أنا. الكلام اللي أنا بقوله لكم دلوقتي ده محدش يرغي فيه نهائي، اعتبروه أمر. لو اتسلمنا يبقى الكلام طلع من حد منا، وساعتها أنا مش هسيبه.
أنا هحاسبه وهحاسبه زي أبويا. اتكلنا على الله. فك الكلام يا ابني واطلع بره. ليه يا ايمن بيه؟ يعني كلبشات والزياره انتهت، هو في ايه بالظبط؟ في اللي كان مفروض يحصل من الاول يا سليم. انت مش متهم في قضيه سهله، المعامله الحنينه ما كانتش تنفع من الاول، وانت عارف كويس ان الوزاره شد عليها اليومين دول عايزين الدنيا ترجع ممسوكه صح زي زمان، وانا مش على استعداد ان اي حد من التفتيش يعدي يلاقي ان متهم عندي بيتعامل معامله مميزه عن باقي المتهمين. وبناء عليه هيتم نقلك للحجز مع باقي المتهمين. انا مش على استعداد ان انا اضر شغلي عشان خاطر اي حد ايا كان مين هو. عاش، احييك والله يا ايمن بيه. قوم يا زكريا. خير يا امي. انا الاول تنفذ وصيه ابوك. من النهارده بقيت كبير العطارين. ابوك الله يرحمه كان بيحضر للحظه دي من يوم انت ما اتولدت. عارف يا زكريا، كتير كنت مظبوطه قاعد بتكلم معاك وانت طفل صغير مش فاهم اي حاجه، بس الغريبه انك كنت بتبقى قاعد ساكت ولا بتتشاقى ولا بتلعب وباصص لعينك مفتحه على الاخر كأنك فاهم بيقولك إيه وبتسمع وبتحفظ كل كلمة بيقولها لك. كان دايماً يقول لي أنا خايف على زكريا من الهم اللي حسبه له، بس أنا كنت بطمنه بقول له ما تقلقش زين خلف راجل، ودلوقتي جه اليوم اللي تثبت له فيه إن كلامي كان صح. كان عنده حق، الحمل شديد قوي عليا يا أمي. وانت قدها، أنا متأكدة إنك هتكبر اسم العطارين أكتر ما هو كبير، وهتقدر تلم العيلة حواليك وتملى لي البيت ده عيال وأحفاد. هنا في الأوضة دي كل الأوراق والمستندات اللي ليها علاقة بشغل أبوك وبالميراث وبكل كبيرة وصغيرة تخص عيلة العطارين. أبوك كان بيحب يكتب كل حاجة. إن شاء الله لما ترجع بالسلامة عايزك تقرأ كل ورقة هنا وتفهم كل حرف فيها، تعرف اللي لينا واللي علينا. من الأوضة دي هتبقى كبير العطارين زي أبوك بالظبط.
مفيش حد زي ابويا وامي. تعالي. ربنا يحفظك ليا. ربنا يحفظك ليا. مالك يا حبيبي؟ زمان وانا صغير لما كنت اعمل مصايب واقع في مشاكل كنت عارف ان انا لما اجري على حضن ابويا هيحلها لي. دلوقتي مفيش ابويا. مفيش غير انا، وانا اللي لازم احل المشاكل لكل الناس، مفيش حد تاني. هتتحل ان شاء الله. لازم تتحل. عيلة زين العطار لازم ترجع كلها ايد واحدة وملمومة كلها تحت سقف بيت واحد. ما يحتاجوش لحد وما يعوزوش حاجة من حد، وتبقى حياتهم في امان. الشغل لازم يرجع أحسن من الأول. اسم عيلة العطارين لازم يفضل فوق. دي الأمانة اللي أبويا أمنها وحطها في رقبتي لما قال لي أنت الكبير، لأن ده الكبير. أنت قدها. أنا عارفاك أكتر من نفسك. فيها بقى ايه؟ مالك؟ ما تنشف كده. اكيد يعني سميح مش هيسيبني طول الوقت بره. اكيد هرجع، يعني هروح فين؟ انا رحت طلبت منه يخليك، بس هو قال ان انت مش هتيجي هنا تاني. اللي هو نصيب يا بهاي، صدقني اللي هو نصيب. ومحدش عارف بكره في ايه. اكيد ان شاء الله هنتقابل، وحتى لو ما اتقابلناش تاني أنا عارف إن أنتوا هتفضلوا فاكريني بالخير، صح ولا إيه؟ صح. عايزك تكمل كده وتبقى راجل من رجالة زين العطار. الدار دي داركم يا ولاد زين العطار، خلي بالكم منها. لو جيت الحق يا حسن، الدار دي بتاعتك أنت وما ينفعش تخرج منها. لا يا أمير، الدار بتاعتنا كلنا، وأنت أولنا. الله يرحمه عم سلامة، عاش عمره كله هنا لحد ما مات. طب يا صاحبي ما تسيبنا نخرج معاك. ما ينفعش يا أمير، ما ينفعش يبقى احنا الاتنين بره. هنسيب له الدار ولا نسيبها لعمار؟ وبعدين مين اللي هيخلي باله من الولاد ومن عبيدة ومن عزيز؟ خلي بالك من الولاد ومن الدار يا أمير. إن شاء الله أشوفكم على خير. طب بصوا لي كده ليه؟ بلاش بصت ان احنا اخر مره هنتقابل دي. يا رب ان شاء الله اشوفكم على خير. ياسمين الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك انت يا حبيبي. انا عايزاك ترتاح، ما تتعبش نفسك خالص. انا بقيت زي الفل لما شفتك حبيبي. كنت هموت من القلق عليك. لا ما تقلقش، بس أنا عايزاك بقى تبقى كويس وتخرج من هنا بسرعة. إن شاء الله. ياسمين خلي بالك من نفسك وما تمشيش تاني من غير حراسة. متقلقش عليا، زكريا زود لي البادي جارد. ياد أنا آسفة بجد. أنا آسفة إن أنا كنت السبب في كل حاجة، معلش. وبعدين بقى ياسمين، هو يعني كنت أنت اللي عملت كده؟ أنا كنت هزعل أوي لو مت من غير ما نتجوز. بعد الشر عليك. ربنا يخليك لي. الله الله، الحمد لله على السلامة. تيجي أنا فكرتهم ودوك ورا الشمس يا صاحبي. ده احنا كنا هنجيب ميكروباص ولم الرجالة كلها وروح نجيبك في وسط الليل. ما تهدي على نفسك كده يا هراس، مالك فيك ايه؟ الواد كومك تكويمة مش هي يا صاحبي. يا جدع بس ما تقولش كومني، هي كل اللي فيها انه غفلني بس. وبعدين كنتوا فين قوي يا رجالة؟ خد بس ولع السيجارة ديت وظبط دماغك يا صاحبي. ما انت عارف يا صاحبي ده جيش بحاله.
ولع صاحبي وظبط دماغك. بقول لك ايه؟ الغلط اللي اتعمل معايا ده ما اتعملش معايا لوحدي، اتعمل معايا ومعاكم مع الحاره تمم. يعني لو ما خدناش حقنا هنبقى هفاءات احنا ومنطقتنا وفي كل المناطق اللي حوالينا. وانت الصحه بالصحه يا صاحبي. معاك يا تيكو. امين يعني؟ امين يا صاحبي، بس بقول لك ايه؟ مش هتسلم المره ديت زي المره الاولانيه يا صاحبي. انا عندي نحله هندورها عليهم في السريع كده وننفذها وقتي، عشان لما يقولوا انهم حطوا علينا يبقى احنا خدنا حقنا وفي ساعتها وعلى السخان. انا معاك يا صاحبي. وانا معاك يا تيكو. اللهم صل على النبي. حضن بقى كده عشان عبد الله اتجوز من غير ما يقول لاخوه يابا. ولابوه كمان يا ابني. اخوه خلاص عياره فلت. وزينب اختي عصيته عليا. ما بقاش ابني خلاص. ولا الدم اللي جواه ده من دم العطارين ابدا ابدا. هو ايه اللي بيحصل يابا؟ اخوه خلاص الشيطان زين له انه هو الكبير. جه اليوم اللي وقف فيه قصاد ابن عمه. يا ريتني مت ما شفتش اليوم ده. بعد الشر عنك يابا. بس العيلة كده بتوجع واحنا لازم نتصرف. العيلة وجعت يوم ما زين وقع في الدار. خلاص العمود الكبير وقع في الدار بوجعة زين. وانت ما لحقتوش ليه يابا؟ ما لحقتوش ليه؟ مش قادر يا ابني، مش قادر. رجلي مكربشة في الأرض، مش سعفاني في حاجة، والدار مش عايزة حكم غشيم. أخوك يا ابني ماشي وشايل قربة مليانة نار، هتحرقه هو وكل اللي حواليه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أخبر أبو الفوارس إيه النهاردة؟ مالك يا فوفو؟ شكلك تعبان يا حبيبي، معلش. معلش معلش. شو قلت لك يا ابني سيبني أرسم لك الابتسامة؟ عموما ملحوقة، أنا برضو ما يخلصنيش. ولا فارس؟
لعبت بلياردو قبل كده؟ السؤال الغبي ده، ما اكيد كلنا لعبنا بلياردو قبل كده. امال كنا بنضيع فلوسنا في ايه؟ العبد لله بقى اخترع حاجه جديده في البلياردو واسمها السلاكه. ما تيجي نشوف. مروان ده اللي اتفقنا عليه طول عمرك غبي ما بتسمعش الكلام يا بابا. بلا بابا بلا زد، ده لازم تخلص من المصيبه دي، فاهم؟ انت بتبوظ لي كل حاجه انا بعملها. الموضوع ده لازم يتحل وفورا، فاهم؟ تعالي هنا. انت عايز مني ايه؟ انا اللي عمله في اخوك ده مش ببلاش، وانا هحاسبه فيك انت. هو كسر عيني قدام الحته، بس انا هكسر عيني قدام الدنيا كلها. عايز ايه يا عر؟ لا انا سمعت صوت بس هتيك. لا يا حبيبي مفيش اصوات، وانطر من هنا. انطر يا بقول لك ايه يا عيش، ما لقيتيش اغمق من جديد البسيه؟ يا ريت والله يا عبد الله، ما كنتش هتردد. جرى يا بت؟ رجع على جوزك عدل. والله عال ما عادش حد مالي عينك، لا هو ولا انا كمان يا بت عبجاده. سيبيها يا عمتي، دي مهما كان برضك مرت الكبير. نخلص اللي احنا فيه ده باذن الله ويحلها ربنا. على فكرة يا يوسف، القوات اللي منسقين معاهم بدأوا يتحركوا معانا على نفس الخط. تمام. ألو. يا ست كل. معلش. مقصر معاكي بس والله مسحول في الشغل. هاجيلك بكرة وعد. ادعيلي بس النهاردة أوي. وادعي لأكرم كمان. صاحبنا برضه. والله عايزينك ملوخية. ماشي يا أمي. حاضر. لا لا إلا الله. يا واد الحنية دي، ده أنت طلعت رومانسي أوي. نتعلم منك يا عم أكرم. اللي إحنا فيه ده الواحد ما يعرفش هيرجع تاني ولا لأ. ربنا يستر. بدأنا بقى في الجو الدرامي. بقول لك إيه، أنا مش طالباك، ممكن تركز كده النهاردة؟ ممكن؟ خير خير. ها؟ ربنا يحميك يا حبيبي. ربنا يستر. على فكرة قدامهم 16 دقيقة ويوصلوا المكان ده. بص 16 دقيقة؟ يعني مش 17 ولا 18؟ هي التكنولوجيا دي بقى هي اللي هتودي هيبت الدخلية في داهية. أهو زور في أهلك ده اللي ودينا كلنا في داهية. أبوس رجلك ركز النهاردة. ممكن؟ أنا لسه ما اتجوزتش. حاضر. يالك الدنيا التكنولوجيا. وشك كله من وش ابويا زين، فيك منه كتير، العقل الميزان وروح الرجوله والقلب الطيب وايدك الشديده في الحق، عهد عليا فيديك بروحي لاخر نفس فيا. متشكر سلمان، ده كتير. مفيش حاجه تكتر عليك، ده ابن زين العطار، يعني اخويا. الله يرحمه ويبث روحه فيك. عارف يا اخويا، ابويا لما مات ابويا زين خير امي، قبل ان انا واخواتي نروح الدار
أو إنه يصرف علينا شهرين، واخترنا نروح الدار. إحنا لينا في زين العطار زيك بالظبط، ويمكن أكتر كمان. أبوك ليه جمايل كتيرة قوي في رقبتنا، ونفسي يجي اليوم اللي رد فيه جميل واحد من جمايله علينا. إيه إتش، أنت بردين ولا إيه؟ لا، أصل الشتا شكله قرب. اقعدي اقعدي يا ريهام، اقعدي. بتعمل ايه؟ قاعد بلعب. خلاص بقيت بتحب تلعب مع نفسك؟ ولا بتهرب لحسن خايف اكسبك زي زمان؟ الدور ده اصله صعب عليك يا ريهام. حاسب على كلامك يا اتش، وبعدين الجيم ده باين عليه سهل وخلصان يعني. هو بقى سهل وخلصان، بس بعد ما اتعمل وراه شغل كتير قوي. شوف يا ريهام، الشطرنج ابيض واسود، حتت كبيره ملهاش اي لازمه غير انها بتحمي الملك. مش مهم تخسر قد ايه، ومش مهم تاخد وقت قد ايه، المهم ان انت تاكل ملك الخصم قبل ما ملك الخصم ياكلك. اهم حاجه تضرب تحصينات الخصم، ما تخليش أي حماية في ظهره. بعد كده خليه ياخد خطوته، وخليه يفهم انه ممكن يكسب. العربيات وصلت، انت في عربيه ولا في عربيه؟ يلا يا ابني بسرعه، انت هو. الحمد لله على سلامتك يا ابن العطارين، كنت متاكد انك جاي. بعدها تحرك له قطعه ما كانش يتخيل انك ممكن تحركها له دلوقتي. وقف عندك يا زكريا. زكريا، تبقى ايه اللي انا بقى؟ شفت؟ السلاح فين؟ انا معيش غير سلاحي الشخصي اهو، وده مرخص، والسلاح اللي مع الرجاله وبرضه مرخص، مترخص من الداخليه، من ظباط زيك بالظبط يا باشا. قولوا لي ايه اللي انتوا محتاجينه بالظبط عشان اساعدكم؟ بقول لك يا زكريا، السلاح هيتجاب هيتجاب، بس ساعتها هتدور على اللي يساعدك مش هتلاقي. بس ده مش كفايه، لازم تستغل ان في قطع عندك
بتعرف تنط، تحركها فجأة تربك الخصم. ولازم قبلها تشل أهم قطعة قبل الملك، الوزير. دلوقتي خصمك شبه وقع وخسر قطع كتير، بس ما خسرش الدور عشان لسه معاه الملك. حاجة إنك تحسس الخصم بإنك أغبى منه، وإن هو أقوى منك، وإن كل القطع اللي أنت كسبتها كانت مجرد صدفة. ساعتها هيتحرك ويغلط أكبر غلطة ويأكل أول حاجة يلاقيها في وشه. بس الحقيقة هي قطعة ملهاش لازمة، مجرد عسكري انت مضحي بيه. قفل يا ابني المداخل والمخارج. عشان يبقى في الآخر كش ملك.